صبلي حلي حياتك. رجعنا بعد الفاصل. الأسرار لك بالمواتر؟ والله ها تقدر يعني تقول شوي. تبين عن السبورت ولا لا؟ السبورت طبعا. اكيد السبورت طبعا، هي احلى اكشخ شكلها. اكيد. شيماء وحمود شو اخباركم؟ تمام الحمد لله بخير. ها ايش عندكم اليوم السوالف على المواتر؟ طبعا كل شيء حلو. انا اليوم لحظه، احنا ما راح نسولف الحين وايد فيصل. آه. اول شيء مساكم الله بالخير. راح تشوفون مواتر، طبعا الموتر هذا اللي راح تشوفونه الليله مو انا اللي سكته، شيماء. انا اتفقت معاك ان ما نقول هالشيء، نخليه مفاجاه حقهم. صج؟ بس انت قلت طبعا. لا ببين لهم ان انت صراحه قياده. اي قياده قياده، بس اشوى الحمد لله ان ما سكت غير عادي. المحاوله الجايه راح تكون راح تصير هذه ان شاء الله. بس كانت مميزه صراحه يومتها، يعني انا استمتعت وايد. فقرتنا فقره رياضيه شبابيه عن السيارات المتالقه القديمه وشلون صارت جديده، ومعلومات حلوه عنها بعد. على فكره سيجنال سيارات قديمه جدا ونادره، يعني صح. نوعها ما يتحصل بالعالم، وخصوصا السياره راح تشوفونها في هذه الفقره. شوفوا موترنا. بلشنا معاكم فقرة جديدة من موترنا. شيماء شلونك؟ تمام الحمد لله. حمود انت شلونك؟ اليوم جاهزة؟ اكيد جاهزة، وراح اوريهم السيارة النارية وراح اسوقها انا اليوم. بس تربات عليها، ترى كبيرة بالعمر. لا لا تحاتي، دا مو غير عادي اضبطك. هالسيارة اللي راح نتسولف عنها اليوم تعتبر من اكبر السيارات عمرا، وغير انها ديزاينها غريب كون على اسمها. انا اول مرة شفت سيارة على هالاسم وحبيتها وراح اجربها اليوم. خلينا نوريهم. اول شيء قبل لا نوريهم خلينا نسولف لهم كذي، نحرقسهم على قولة اللبنانيين، نعطيهم شوية معلومات كذي حلوة. أي. عن هالسيارة هذه، لكن العلامة الخاصة. أي. بهالسيارة منو؟ منو؟ مرسيدس بنز. مو هذا انا اللي قلته، انها سيارة مرسيدس وعلى هالشكل، يعني اتوقع الناس راح تنصدم. بالضبط. شكلها وايد غريب. والسيارة الأولى اللي أطلقوها باسم مرسيدس نزلت في 1901. اللي هي هذه الحين؟ لا هذه بعد جت. إلا أن هذه قديمة يعني. بس مو بهالقبل. عمرها وايد. 1901. حلو. اتهجين، ليش سموا مرسيدس مرسيدس؟ مرسيدس مرسيدس والله ما عندي علم، أنت قول، خلي يمكن أنا أستفيد بعد غير مشاهدين. مرسيدس بشكل عام، يعني اسم مرسيدس هو كلمة إسبانية. أوكي. تعني النعمة والخير والبركة. حلو؟ لكن ليش سموا السيارة بهالاسم هذا؟ أي؟ يرجع هذا الموضوع حق منو؟ حق واحد كان يشتغل مع هالمجموعة دي إم جي. أوكي. وهالواحد هذا كان اسمه شنو؟ إلي يلنك. مشاهدينا طبعاً اكيد استفادوا من هالمعلومه، وانا استفدت بعد. عندي هم لك معلومه ازيد مش بعد البيت. يلا خلاص. هجين علامه المرسيدس ليش شكلها كذي؟ ليش؟ لانها هي تدل على مترابطة؟ الجو. الجو، الارض، الارض والبحر. اوكي. لان اساسا شركه مرسيدس ترى تصنع محركات لكل هذه الامور. أه. حق طيارات وسيارات وباصات وبواخر وكل شيء. عشان كذي هم مسمينها الراحب كمية كبيرة، النجمة الثلاثية. النجمة الثلاثية. يبا تدري شلون وايد سولفنا عن المرسيدس، خلينا نسولف عن السيارة. نبي شيء فعل. ابي اسوق السيارة متشوق انا الحين. يلا يلا بينا. يلا سولفنا وايد عن الموتر. الحين صار وقت اللي نشوفه. صح. تفضلي، هذه هي السيارة اللي قاعد نسولف عنها قبل شوي، واللي راح تسوقينها انت بعد شوي. من قدي. السيارة اسمها مرسيدس شنو؟ كلاسيكال اس اس كي. اس اس كي 1900. انا ليش قلت كلاسيكال؟ منو قال لك اسمها كلاسيكال؟ حسيتها كلاسيكية كذي. لا لا اسمها اس اس كي. وموديلها 1929. اوكي. يعني سيارة عتيجة، يعني سيارة تقريبا بتكمل 100 سنة. بس تستاهل ان اقول عنها سيارة كلاسيكية الصراحة. عاد اقول لك شيء، ما دام ان الحين ركبنا بالسياره وانت قاعد تسوقينها
خل اقولك ليش انت محظوظه. ليش انت محظوظه؟ لان قاعد تسوقين سياره ماكو منها بالعالم الا خمس من قدي نفسها. فانا تخيلي انت قاعد تسوقين واحده من هالسيارات اللي وايد نادره في العالم. حلو. 1929 صنعوا هالسياره. المصطلح المتعارف عليه اسمها بالكويت وبالخليج شنو؟ شنو؟ غزاله. غزاله؟ دلعينها بعد. اه نايس والله. تخيلي هذا اسمها شنو؟ اس اس كي. اس يعني سوبر، اس سبورت، كي اي كورز. كورز بالالماني يعني شورت. شورت. ليش شورت؟ لان الموديل اس عندهم هم اس واس اس واس اس كي. موديل اس الشاصي ماله اطول كان. أي. فسووا واخترعوا هذه السيارة علشان يشوفون فيها سباقات وتنافس على مستويات كبيرة. وعلى فكرة منو مصممها؟ منو؟ نفسه راعي البورش. والله هو اللي مصمم هالسيارة. تخيلي. اه حلو. صمم هالسيارة فردناند بورشة، صممها كان يروح يبطل شركة ويسوي سياراته بروحه. بس والله سيارة انا سيارة اشوفها وايد حلوة وايد. والله بس اشوفها تناسب بوقت الشتاء اكثر من الصيف الصراحه. اكيد بس الحين الجو حلو. الجو حلو صح. تدرين كم قيمتها هذه ب 2004؟ لا تصدمني لاني قاعده اسوقها. اخر مزاد سووه لها تدرين كم قيمتها؟ كم قيمتها؟ 7.4 مليون. واو. دولار. انا اقول صفطيها. اي صفطيها يا بخاطر. لازم احط بالي بالسياقه. ليش؟ تقولي عشان كذا انت خلتني انا اسوقها. لا تقولين حق راعيها عشان اذا صارت مشكله تطيح فوق راسي. بالضبط. يعني الحمد لله احنا استمتعنا صراحه. وانا سقتها بدرابه ومشينا على البحر والجو بديع وسياره ناريه. شيء خيال. جو جو. والله طلعت فين تسوقين شيء ما صدمتيني. اهم شيء اني انا قلت لك نروح ناخذ فره على البحر عشان اوريك ان انا سويقه. الحين سولفنا وايد على السياره، سولفنا على البراند، لكن خلينا نسولف مع صاحب السياره. صح. اخوي محمود مساك الله بالخير. حياك الله بالنور. طبعا قبل ابلش. ايه تفضلي. سياره نار. يعطيك العافيه عليها. والله يوفقك فيها بعد كافه شرها ان شاء الله. الله يسلمك. اخوي محمود هقا كم قيمه سيارتك الله يخليها لك هالايام؟ طبعا ما نقدر نتكلم نقول كم القيمه بالضبط. زين بس صراحه انت حكي احنا قاعد نتحكى بالالاف. بس بالالاف؟ اي بالالاف. ولا ما ادري كم السعر اللي قلناه واحنا قاعد نسوي سياره. المهم سعرها ما شاء الله وايد غالي، بس الله يخليها لك ان شاء الله. الله يسلمك. تواجه صعوبه ان انت تحافظ عليها؟ قطع غيارها، اكسسواراتها، ما شاء الله انت محافظ عليها كأنها جديده طالعه من الوكاله، مع انها هي سياره من 1929. فشلون تقدر تحافظ عليها بهالشكل هذا؟ طبعا لما انت تتكلم تقول لي شلون تحافظ عليها، حاطها عندي على البيت وهي لها مثلا مثل نقول خيمه او بلونه نحطها داخل. ما شاء الله مدلعها. عن الشمس، عن الحراره، من قدها والله. وبالنسبه حق قطع الغيار بلا نواجه صعوبات، لانها تعرف مو نفس السيايير اللي الحين اللي تاخذها مثلا تروح شويه وتصلح. احنا قاعد نطلب قطع غيار من المانيا، من امريكا، من الدول اللي برا، فشوي هذه المشاكل اللي تواجهنا. طبعا السياره وايد كلاسيكيه ودربه، هل شايف ان هي تناسب جو الكويت خصوصا بالصيف تطلع فيها ولا بس بالشتاء؟ وغير هذا السؤال الثاني، طورت فيها شغلات من داخل؟ طبعا بس التعديل الوحيد اللي صار عليها اللي هو المسجل السي دي. ايه لاحظت. هذا الشيء الوحيد. طبعا السياره شد بلادها ما في اي تغيير عليها. حلو. الله يخليها لك ان شاء الله ويحفظها لك وتشوف خيرها دائما. اكيد. محمود الفهد مشكور ما قصرت على هاللقاء وعلى تجربتنا لسيارتك. تقدر تاخذها الحين وتحافظ عليها وتدللها مثل ما انت ما شاء الله، حتى انت جايبها بونش عشان ما تمشي بروح. اكيد. بس احنا مشيناها كم كيلو يعني شيء ما قصرت. نورتنا اليوم ونورتنا بسيارتك الحلوه، انا عجبتني وايد. يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشكورين وما قصرتوا. عشان نقول مع السلامه. نقول لهم مع السلامه، بس نقول لهم تابعونا بالفقرات الاخرى راح تكون في سياير احلى واحلى. اكيد. مع السلامه، نشوفكم الاسبوع الجاي.